من أوائل الفئات اللي تم تمييزها قديما في قوانين العمل هم ذوي الاحتياجات الخاصة، أو زي ما بيطلق عليهم حاليا في سوق العمل نسبة 5%. بس بعد السنين دي كلها، كم واحد فيهم حقق حلمه وأثبت كفاءته وتولى مناصب إدارية عليا؟ أعتقد أن تحديد النسبة فقط في الهياكل الإدارية للشركات دون الاهتمام بنوعية العمل اللي هم بيتحطوا فيه كان سبب كبير لإحباط كتير منهم. الناس دول كل اللي بيحلموا بيه ان هم يخضعوا لمعيار الكفاءه، بعيدا عن نظره التعاطف والشفقه اللي احنا بنحرجهم بيها. عشان كده احنا النهارده في برنامج كشف المستور اتجمعنا على رساله التاثير وترك الاثر. هنناقش معاكم النهارده مشاكل التوظيف، وان في حل لجميع المعاقين، وان المعاق هيكون له كافه الامتيازات من غير ما يكلف الدوله جنيه واحد. رحبوا معايا بالاستاذ احمد عبد الكريم، مسؤول رعايه الفئات الخاصه والمعاقين. برحب بيك يا استاذ احمد. الله يخليك، عامله ايه يا استاذه جنى؟ الحمد لله. اخبارك؟ قول لنا بقى، اتكلمنا عن نسبه 5% اللي حددها القانون لذوي الهمم، مع العلم ان احيانا كتير النسبه دي بتصطدم بان في صعوبات بان ما فيش شغل. تمام. طب بدايه بس قبل ما نبدا اساس الحلقه، كان في تعليق من استاذ او استاذه في الفيديو، كان على اليوتيوب او على الحلقه بتاعت المره اللي فاتت، كان في تعليق ليه بيقول اني انا عندي مصلحه شخصيه بيني وبين وزاره التضامن الاجتماعي. طبعا الكلام ده حضرتك خطا، بين حضرتك وما بين وزاره التضامن مصلحه شخصيه. حضرتك يا فندم او حضرتك، الكلام ده خطا جدا، لان انا نوهت على موضوع الحلقه اللي فاتت. حاول تفهم ما بين السطور، ولما تيجي تفكر فكر خارج الصندوق، بلاش التفكير الاعتيادي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ما تيجي تحارب حارب في الارض الصح، ما تظلمش حد لا اساس مما تقوله من الصحه. لان انا نوهت على حاجه كده الاسبوع اللي فات واتحققت امبارح، ان القانون صدر ان كل الاعاقات الشديده تتوجه للتسجيل على موقع المجالس الطبيه. ده انا اشجع سياده الوزير طبعا في القرار ده، القرار ده ممتاز من الدرجه الاولى، هيحد من عده حاجات. اولا كل واحد هياخد حقه، مفيش تزوير، مفيش تزوير في كارت خدمه متكامله. ان الاستاذ او الاستاذه، احب اوضح ليهم ان كل الكارنيهات المزيفه كانت خارجه كلها اعاقات شديده للاسف. تمام. فطبعا بالتالي كده الوزيره ساعدت وحافظت على حق المعاق. بس هنا انا بعقب على القانون ده في حاجه صغيره جدا، في عجاله، لو سمحت يا معالي الوزيره، يجب التواصل مع وزاره الصحه لسببين اساسيين. اولهما اني ارجو تخفيض كل الفحوصات والاشعه لذوي الهمم بمقدار 50%. نمره 2، اني بعد اذن حضرتك لو سمحت خلي ان المستشفيات القريبه من المعاق تبقى جاهزه بكافه اجهزتها، وتواصلي مع وزاره الصحه في الكلام ده عشان المعاق ما يضطرش ان هو يسافر من مكان لمكان ونرهقه. نمره 3، سرعه استخراج كارت الخدمه المتكامله. هي الحقيقه الجهات المسؤوله تداركت الامور وهم مع المعاق قلبا وقالبا، طبقا لتوجيهات ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اتكلمنا بقى عن النقطه بقى بتاعت نسبه 5%. بص يا فندم، اولا مبدئيا اي مؤسسه حكوميه واي مؤسسه خاصه، المؤسسه الحكوميه المعاق بياخد فيها حقه صراحه، بيترقى وكله زي الفل زي الفل، مفيش اي مشكله. بالنسبه للمؤسسات الخاصه المعاق هنا بيعاني، وده بترجع لشقين. اولا يجب مراقبه وزاره القوى العامله لمكاتب التوظيف الموجوده على مستوى الجمهوريه. بمعنى ان النهارده مفروض ان اي مؤسسه خاصه بتخضع لمكتب توظيف خاص بيها في المنطقه بتاعتها، المفروض يبقى في مراقبه من مكاتب التوظيف لعده اسباب. لان التوظيف هنا للمعاقين بينضم الى شقين. الشق الاول عماله مفعله، يعني بيروح ويجي شغله عادي زي الاسوياء مع تخفيض ساعات العمل. الشق الثاني اللي هو يكون عماله غير مفعله، يعني بيقعد في البيت وبياخد مرتب، وده بيبقى لشده الاعاقه بتاعته. تمام. طيب هل انتوا شفتوا المعاق ده بياخد حقه ولا لا؟ لا، بدليل ان انا عندي ناس الى وقتنا هذا بتاخد مرتب 1000 جنيه شهريا. انهي بني ادم يعرف يعيش كمعاق ب 1000 جنيه شهريا؟ في حالات كده يا استاذ احمد كتير. عندي 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 عندي، ولما راحوا توجهوا لمكاتب التوظيف قالوا لهم للاسف ده اللي عندنا، ما ينفعش. ده مش رد اكيد، لان المفروض هنا المؤسسات الخاصه لما بتيجي تعين حد من 5% بيجي يقدم ورقه في الضرايب وفي التامينات بياخد تخفيض. طب انت منين انت عايز تستفيد من المعاق بده امتصه؟ بيبقى في يعني المؤسسه بتاخد خصم، خصم من الضرايب والتامينات اللي بتقدم. بتقدم الورق بتاعها، لان طبقا للقوانين ان لازم كل مؤسسه مرخصه
تعين نسبة 5% من إجمالي العمالة بتاعتها. يعني على سبيل المثال لو عندي مثلا 100 شركة فيها 100 عامل، مفروض في نسبة 5% منهم يعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والدولة بتدعمه بخصم في الضرائب والتأمينات. طيب هو بيدي للمعاق 1000 جنيه وهو بيستفاد من المعاق ب 100000 جنيه. ده أنا بقول فرضا. بس هو إيه الحد الأدنى للأجور يا أستاذ أحمد؟ الحد الأدنى المفروض الأجور يعني زي ما السيد الرئيس قال 6000. هل هم بقى طبقوه؟ لا. ليه؟ ده يجب المراقبة الجيدة من مكاتب التوظيف على جميع المنشآت الخاصة. يجب هذا وبقرر. والله يا أستاذ أحمد هو احنا لو قلنا إن احنا عايزين يبقى عندنا محاكم عمالية مثلا عشان نجيب بيها حق المعاق، هنلاقي إن احنا عندنا محاكم اقتصادية ومحاكم أسرة متخصصة، ومع ذلك المظالم لا تنتهي في هذه المجالات. أستاذة حضرتك هو ما بيجي يعين المعاق المفروض بيعمل له تأمين، بيأمن عليه، في بعض الشركات مش مأمنة. وبيخصم ثمن التأمين من المعاق من مرتبه. يعني لو بيديله مثلا في ناس بتاخد 2000، في ناس بتاخد 2500، قليل القليل بياخد 3500، قليل القليل. هو فعلا الأهم من إصدار القوانين في مصر هو آليات تنفيذها، آلية التنفيذ. النهارده أنا عايز أصدر قانون، تمام، لازم أحط آلية للتنفيذ بتاعه وأقيس كل الأبعاد بكافة أشكال. إن أنا بتعامل مع ناس معاقين، إعاقة بصرية وذهنية وحركية وسمعية، تمام، كل ده لازم يكون في آلية لوضع أي شيء. ما أحطش قانون وبس، مرميش القصة وخلاص. أنا عملت قانون المعاقين، ما أنت ليكوا قانون، طب ماشي زي الفل، طب آلية تنفيذه إزاي؟ فين المراقبة عليه؟ طب هو مفيش خطط تفتيش مثلا من المديرية على المنشآت أو يعملوا إحصاء؟ ما هم بيعملوا حضرتك بقى، بيعينوا المعاق مثلا لمدة سنة، عقد بمدة سنة، تمام؟ وأقول لك على مفاجأة أكبر، لما بيجي المعاق يروح يعمل برنت تأميني يقولوا له هات لي إذن من المكان اللي أنت شغال فيه نطلع لك برنت تأميني. ليه؟ ليه؟ عشان المرتب اللي بياخده ما يتكشفش. ما هو بيكتب، هو بيصدر ان هو بيدي المرتب مثلا للمعاق مثلا 5000 وهو ممكن يديله 2000. تلاعب. هو احنا للاسف لو نفذنا القانون فعلا واقمنا بقى المحاكم وكل والمصالح دي مثلا اتعاقبت، هتلاقي برضو العلاقه متوتره ما بين اصحاب العمل وعمالهم. طب ما انت بتاخد، طب ما انت الدوله بتدعمك. هو انت لازم ياتي تاخدها شافع ومالكي؟ ما انت الدوله بتدعمك. ايه المشكله؟ هي الدولة لو عملت يعني خدت من جيبك؟ لا، بتدعمك، والله انت مش، طب والله انت راجل محترم، شكرا، ادي خصم اهو في التأمينات في الضرايب، تدي لك خصم في الضرايب. صح؟ طيب، ويجي لك بقى يدي المعاق مثلا عقد لمدة سنة، ويجي بعد السنة مثلا ايه؟ هوب ممشيه، لأن المعاق كده كده بيبقى ماضي على قرار استقالته. ويقوم ممشيه، يجيب مثلا معاق مثلا بعديها مثلا بست شهور، تمام؟ قبل الإقرار الضريبي بتاعه، يقوم معينه، بأربع شهور يعينه. ده كلام؟ لا. طب لو المصلحه جت قالت لك انا اجيب منين؟ انا ما بتقدمنيش مثلا 5% من ذوي الهمم عشان اعينهم. مين قال لك الكلام ده يا فندم؟ ده انا عندي يعني المواقع عارف ان هو المفروض يروح للمديريات بتاعت القوى العامله ويقدم. عندي ناس كتير جدا، هي بس المؤسسات تتواصل بس معايا وانا اديها ناس اقول لهم ورقهم اهو منكم ليهم وعينوهم اهو منكم ليهم. اصل بص يا استاذه عايز افهمك على حاجه، مجال الاعاقه عامل زي شبكه العنكبوت، كله بيسمع عند كله. يعني انا عايز اقول لك حاجه، كل مكاتب التوظيف تقريبا احنا متواصلين معاها من خلال المعاقين. يمكن لغايه امبارح في مكتب اللي شغال صح جالي عليه ان هو زي الفل وتمام التمام والله يبارك لهم، مكتب توظيف بني سويف، تحيه ليهم، في مركز سموسته، الصراحه برافو عليهم، كله بيشكر فيهم بدون استثناء، وقال لك الراجل اللي ماسكه محترم جدا وامين جدا زي الفل، نسقف له، برافو. هل برافو. بيعملوا ملتقيات توظيف بقى يا استاذ احمد؟ نعم، في ملتقيات توظيف للمواقع؟ في بتعمل ملتقيات توظيف وزي الفل، ويتعمل فيها البروباجندا هوب ما تلاقيش حاجه. يعني هو المفروض دلوقتي الحكومه ووزارات العمل والوزارات المعنيه بغض النظر انها المفروض تدقق في الموضوع ده، لما تيجي تصدر اي ترخيص عمل لاي مؤسسه تقول له وريني ال 5% اللي انت معينهم. ايوه لذوي الهمم. لا الكلام ده بقى بيحصل امتى؟ في الاقرار الضريبي، يخلصوا السلام عليكم. طيب هل في حل؟ ايه الحل بقى؟ الحل بقى هنا ان انا اعمل مشاريع لذوي الهمم منهم فيهم. زي مشاريع على... قوميه يعني؟ بالشكل ده بقى، مشروع قومي، بس هل بقى ميزانيه الدوله تستحمل؟ لا، يبقى احنا نعمل هنا بقى ايه؟ احنا كمعاقين نقدم افكارنا. جميل. لان احنا يجب ان يكون هناك مؤتمر للمعاقين بشكل صحيح تحت اسم فكره وراي. وعلى فكره سياده الرئيس بيسمع وبيرحب بالكلام. طبعا. طبعا. بس هي الفكره ان احنا لازم نطلع على السطح. هي الفكره ان صاحب العمل هو اللي لازم يبقى عارف ان ده مش اختياري وده قانون واحنا هنطبق القانون. ما يعني عارف. نسبه ال 5% دي هو مش عارف اختياري اجباري. بص حضرتك يا فندم، هو عارف بس هو لعيب، هو لعيب
بصي عايز اقول لك على حاجه، المعاقله حول لي ولا قوه. تمام؟ تمام. وبرجع اكررها لك، رئيس الجمهوريه مش هينزل يلف على كل واحد شويه. عقليا. انت الدنيا حواليك بص بتغلي. ما هو ده التفتيش بقى بتاع مديريه القوى العامله. مفروض هو ده بقى. دور بقى. وده اللي احنا نتوجه بمذكره فيه رسميه لوزاره القوى العامله. ان شاء الله على الاسبوع الجاي. تمام؟ ونعمل مشروع للمعاقين. انا كان عندي مشروع شغال عليه من 2014. اتكلمنا طبعا المشروع ده. المشروع يا استاذه ان النهارده المعاق لما بيروح يقبض معاشه بيصرف له لا يقل عن حوالي 20 جنيه، صح؟ ده بالمتوسط. تمام. طب انا ليه ما وصلوش المعاش لغايه عنده؟ واقسم ال 20 جنيه دي، ال 20 جنيه دي نسبه المستحقين المعاشات في مصر قد ايه؟ 10 مليون. يعني في 20 جنيه ب 200 مليون شهريا، يعني في 10 اشهر بمليار، يعني في السنه بكام؟ مليار و400 مليون. تمام؟ طب انا ليه ما اخدش بالفلوس دي تمام؟ واعمل حساب بنكي للقصه ديت، كل معاق اخصم منه 20 جنيه واشتري اراضي في الظهير الصحراوي في اي في كل المحافظات. استصلاح يعني هنعمل استصلاح اراضي. ازرع سلع استراتيجيه زي القمح، في عندك فصيله اسمها القمح المكروه بيزرع في الرمله. مش بيحتاج ميه كتير. ما بيحتاجش ميه كتير، تمام؟ وبيحتاج ارض جافه، وفي نفس الوقت بيزرع في الاماكن الرمليه عادي جدا، وانتاجيه الفدان من 2 طن ل 2.5 طن. يبقى انا كده لما ازرع حصيره زي كده يحصل ايه؟ يحصل ان انا عملت مخزون استراتيجي من سلع استراتيجيه للدوله، يبقى انا كده وفرت على الدوله عمله صعبه كانت بتشتري بيها القمح من بره، وفي نفس الوقت الفائض بتاعي ممكن اصدره، وغير كده كمان خلصت موسم القمح يبقى انا ممكن اخش كده على سلع ثانيه، تمام؟ واعمل من نفس نطاق المشروع اعمل بردك مصانع للتغليف والتعبئه، واعمل بردك عمليه تدوير للمخلفات الزراعيه واستخدمها، واعمل مشروع انتاج حيواني. ده مشروع بيشمل كل حاجه. طبعا. طب هوفر طاقة منين؟ طاقة شمسية. طب هوفر مية منين؟ عندي مياه آبار، واشتغل بنظام الري الحديث الرقمي، نظام التنقيط، سهل جدا. وفي يعني في النهارده توجهات من مراكز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ممتازة. هو سيادة الرئيس أصلا هيدعم الموضوع ده، لأن هو يوم السبت الماضي كان بيشهد افتتاح عدد من المشاريع التنموية في جنوب الوادي، مشروع تشكر. يبقى احنا نساعد. أنا سمعته. تمام. والدولة أصلا بتقدم كافة التسهيلات للمستثمرين عموما في مجال التنمية الزراعية. المشروع كده كده مسجلته عشان ما حدش يعمل عليه براجوت. يعني أنا المشروع طرحته أهو. يعني دي أول مرة تطرح المشروع هنا. أول مرة. ده حصري أصلا قناة الصحة والجمال. تمام؟ وسجلته. تمام. في الشهر العقاري عشان ما حدش يعمل براجوت. النهارده 28/5/2024 يوم الثلاثاء الساعة 1:30 في برنامج كشف المستور قناة الصحة والجمال. النهارده أنا بطرح المشروع ده لأول مرة. على العلن. تمام؟ هعمل مدارس في المشروع ده. طب ايه فكره الكلام ده كله؟ هعمل مستشفيات. تمام؟ هعمل حاجه اسمها مجتمع حقيقي، بمعنى ان انا النهارده بدل ما انا عندي نسبه بطاله، لا انا هحتاج ناس كتير من الاسواق والمعاقين. ويبقى ليهم طب ايه اللي هيستفيدوا منه؟ ان في نسبه ربح من المشروع ده. جميل. طب هو في مستثمرين او رؤوس اموال خارجيه؟ لا، انا اولا انا ما اقدرش اقبل حاجه زي كده. الدوله هي اللي تحدد لي الكلام ده. لان انا لا املك اي سلطه في الكلام ده. طب حضرتك عايز تاخد الدعم من مين عموما؟ نعم. عايز تاخد الدعم من مين او مين هيبقى معاك في المشروع والله ده؟ انا عايز اخد دعم الصراحه من السيد الرئيس مباشره. ليه؟ لانه فكره حاضر. بص يا استاذه جانا، خلينا صراحه، انت لو ركزتي في الاونه الاخيره السيد الرئيس بكلمه منه كل حاجه بتتم، اكيد بيسهل امور كتير جدا زي الفل. محتاجين احنا فعلا محتاجينه، لان هو بكلمه منه هيسهل لي حاجات كتير. اصل بص، اي فكره ناجحه دخلت تحت نطاق الروتين ماتت. ده حقيقي. بتتحول لزومبي وبتموت. خلينا صراحة. لكن يبقى هو مشرف ان هو بطبيعته مراقب لكل حركات المعاقين. انا هطرح المشروع ده اصلا كمان على رئاسة الجمهورية عشان يوصل له باذن الله، لان المشروع ناجح. انا النهارده يا استاذة جانا لما اعمل سلع ووفرة واوفر السوق الداخلي من السلع ديت، زائد انا اوفر الرعاية الصحية، تمام؟ مدة استهداف المشروع 10 سنين. تمام. واشتري من الدوله الاراضي دي واديها فلوسها بس بالقسط زي ما بقيت تسهيلات من الدوله عموما يعني. تمام. واشوف الشركات اللي عندها عروض، تعالي انت تعملي القصه دي 1 2 3 4 هتاخدي مني كام، ويبقى في شكل علني عشان ما فيش حاجه اسمها مغلقه. عشان ناخد كل حاجه حقيقيه، وتديني اي شركه تقدم تخصص معين في المشروع تقدم لي الضمانات الكافيه.
غير ان احنا بنوفر اصلا فرص عمل كتير كده. احنا بنوفر، احنا كده يعتبر قضينا على البطاله وعملنا اعاده هيكله للتوزيع السكاني من اول وجديد. يعني انت عندك وجه قبل كله. هتستفيد ايه بقى؟ نعم، هتستفيد ايه من اعاده الهيكله واعاده التوزيع؟ شيء طبيعي. نستفيد ايه بقى؟ النهارده على سبيل المثال محافظه القاهره لو انت بصيتي في العيد الكبير بتلاقيها شيء يعني، والجيزه تلاقيها فاضيه. ليه؟ من كتر الناس المغتربين فيها، لان كله جاي من وجه قبلي ومن هنا ومن هنا ومن هنا. طب النهارده لما انا اعمل اعاده توزيع الكلام ده كله، انت عندك البنيه التحتيه على سبيل المثال مثلا الصرف الصحي معمول مثلا ان هو يستحمل مثلا 2 مليون، لما انا احمله 6 مليون يخسر. طب انا هقطعك بس، احنا معانا مداخله تليفونيه من هولندا، معانا الاستاذ هاني سلامه الرئيس التنفيذي لشركه فريندز ادمنستريشن الهيد كومباني وعرب سيرفيس البيج كومباني، شركه عرب سيرفيس متخصصه في الشحن والنقل وشهادات اليورو 1 داخل الاتحاد الاوروبي. برحب بيك يا استاذ هاني. اهلا بحضرتك استاذ جنى. قبل ما حضرتك بس تتكلم انا عايزه اقول حاجه بس، ان الاستاذ هاني المفاجاه بقى ان هو من ذوي الاعاقه وقدر ينشئ شركه زي دي، بالاضافه ان هو شغال في السكك الحديديه الهولنديه، يعني واحد من المصريين القليلين جدا اللي شغالين في مكان في مجال السكك الحديديه الهولنديه داخل الاتحاد الاوروبي. انا حقيقه انا فخوره بيك وبرحب بيك مره ثانيه يا استاذ هاني. اهلا بحضرتك. كلمنا بقى عن شركه عرب سيرفيس. والله هي الشركه عرب سيرفيس بدات اساسا ان احنا عايزين نقدم خدمات للمعاقين. مش ذوي الهمم، لان كلمه معاق بالنسبه للمجتمع بتاعنا احنا هي اقرب حاجه ليها، لان المجتمع ده نفسه ما بيقدمش كل التسهيلات لذوي الهمم كطرق، حتى بدعم سياده رئيس الجمهوريه وبدعم القيادات في مصر انهم بيحاولوا يطوروا، لكن لسه الفكر بتاعنا كمجتمع شرقي ضعيف، لان المعاق مش اللي هو الشخص بس اللي عنده مشاكل بصريه او حركيه، لكن في ناس ثانيه برضه عندها مشاكل ذهنيه. فاحنا حبينا نعمل شركه معظم الخدمات بتاعتها بتتقدم لذوي الهمم، ان كان داخل الاتحاد الاوروبي او خارج الاتحاد الاوروبي. والحمد لله النهارده عندنا اصدقاء موجودين في مصر، في المغرب، في تركيا، في بلاد كتيره بيتعاونوا مع بعض عشان يقدموا خدماتهم لذوي الهمم. يعني انتم منتشرين يا استاذ هاني، عرب سيرفيس منتشره. اصدقاء عرب سيرفيس موجودين في كذا بلد من معظم البلاد اللي قدمت او مضت على اتفاقيه لتطوير ذوي الهمم، ومصر كانت احد البلاد دي. جميل جدا. تمام استاذ هاني، مبارك. الحمد لله استاذ احمد. استاذ احمد من الشخصيات الجميله حبيبي، تسلم اللي تعاونت معانا وبتتعاون معانا، واحنا النهارده بنحاول نعمل حاجه جديده لمصر، مش ان احنا بس نسهل عمليه شحن ونقل السيارات لذوي الهمم، لا ده احنا كمان عايزين نساعد ان احنا نطور الجزء بتاع ذوي الهمم بالنسبه للاجهزه التعويضيه اللي بيتجهوها، ان احنا ازاي نقدر نطور الناس اللي بتعمل اجهزه تعويضيه داخل مصر. معلش انا استاذنك بس يا استاذ هاني، عايزين نفهم الناس يعني ايه اصدار شهادات اليورو 1. شهاده اليورو 1 بشكل عام لاي منتج بيتم اصداره داخل الاتحاد الاوروبي، ويتم استخدامه او استيراده لمصر على اساس ان باستخدام الشهاده ديت بنقدر نقلل القيمه الجمركيه نتيجه لتبعيه الجات او التوقعات بين مصر والاتحاد الاوروبي. في السيارات الاكثر من 1600 سي سي بيلزم ان هو يتم اصدار شهاده اليورو 1. تمام. بالاضافه ان لازم تبقى المنتج ذات نفسه انتاج الاتحاد الاوروبي. شهاده اليورو 1 بتبقى لمنتجات مختلفه، لنباتات زي الورد الهولندي اللي بيتباع داخل مصر او بيصدر لمصر، اجهزه الكترونيه، معدات، معدات بيتم بيحتاجها المصانع داخل مصر. تمام. اي شيء اي شيء بينتج داخل الاتحاد الاوروبي ويتم تطبيق اتفاقيه الجات عليه واتفاقيه التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الاوروبي عشان يدخل الجمركيه لازم يتم اصدار شهاده اليورو 1. وفي شهادات تانيه مختلفه زي شهاده المنشا، شهاده الكفاءه، يعني في شهادات مختلفه. طيب قول لنا بقى ايه المفاجاه اللي حضرتك مجهزها لنا النهارده؟ المفاجاه النهارده ان
احنا بنشرف بتعيين السيد احمد المدير المترجم لمصر، وهيبقى مسؤول عن شركة فريدز حبيبي ادمنستريشن حبيبي حبيبي جوه مصر. حبيبي يشرفنا حبيبي، ان هيشرف واحد من ليا ذوي الهمم يبقى زميل لينا للمرة التانية داخل مصر. حبيبي، هي استنى الحقيقة مبقاش فعلا لوحدي، ده خبر حصري على صحة وجمال في برنامج كشف المستور، ان ده اول حد خبر ذوي حصري همم. كمان. في حد شرف في حاجة لنا ان تانية؟ يبقى عندنا صديق واخ زي احمد حبيبي، مسؤول استنى عن انشاء الشركة، واحنا ابتدينا فعلا في تجهيز الشركة، والدار الكامل هيبقى الاستاذ احمد، الاستاذ احمد هيكمل في الشركة ويبقى هو المسؤول عنها في مصر. شكرا شكرا يا مستر هاني، شكرا على الثقة الجميلة دي، بنشكرك يا استاذ هاني، شكرا ومبارك عليك والاستاذ احمد، الف مبروك يا استاذ احمد، حبيبي، حضرتك فعلا استنى اول ذوي همم اعاقه بصريه تكون مدير تنفيذي لشركه الحمد اجنبيه، لله وان شاء الحمد الله لله باذن الله شركه عرب الحمد سيرفيس لله تكون من الحمد اقوى لله، الشركات في مصر، زي ما هي ليها اسمها في هولندا يكون ليها اسمها هنا، وليها انشطه إن عديده شاء الله ومجالات إن اوسع شاء باذن الله إن الله. شاء الله إن شاء الله إن طيب شاء الله. نرجع نسترجع بقى موضوعنا تاني، المشروع. بص بقى، عندي فكرة، كان زمان في بعض اخواتي من ذوي الهمم على فكرة، بس مش عارف اسيطر على فرحتي طبعا، بس ده خبر جامد يعني، انت عارفة انت بالظبط، مدير تنفيذي في مصر ألف لشركة مبروك. اجنبية متعددة الجنسيات كمان بره، وبعدين مستر هاني يعني شركته ما شاء الله من الشركات التقيلة، ما بالظبط، هي الهيد كومباني فماني بيج كومباني فمش بالظبط. مصاري. انا عايز اقول لك حاجه، انا حاسس دموعها تفر من عيني يعني، الحمد لله إن شاء الله الحمد تتم لله على خير خير يا ان شاء رب. الله. فحضرتك بالنسبه هنا كان في بيدور على حاجه اسمها نقابه، بيدور على حاجه اسمها ايه، نقابه للمعاقين، طبعا الكلام ده غير صحيح، ما ينفعش ليه؟ غير لا لان مهنيين. النقابات للمهنيين بس. عندي بقى فكره احلى، حزب، حزب. حزب سياسي، لان من اهداف الاحزاب دايما بيبقى بتسهل التواصل بين المؤسسات الحكوميه وبعضها البعض، بالنسبه للحزب بيبقى بالظبط. ليه انشطه اقتصاديه، انشطه تعليميه، انشطه سياسيه، احنا ليه ما بيبقاش لينا حزب، حزب سياسي؟ هتقولي ما فيش على مستوى العالم حد قال ان المعاقين يبقى ليهم حزب، هي يبقى خلينا فكرة نفكر. جديدة فعلا، والمستشار جمال القصوري كان اكيد حضرتك عرضت عليه الفكرة وعرفت ان هو رحب ورحب بيها بيها جدا، جدا. لانها فعلا عن طريقها هيكون في ارتقاء سياسي، ما عارف وفعلا حضرتك، هتسهل التواصل. طبعا هقول لك على حاجه، احنا عندنا مثلا على سبيل المثال مثلا حزب مثلا زي الاحزاب المعروفه في مصر، تمام، عاملين لجنه لذوي الهمم، لا انا عايز يبقى الحزب كله قائم على ذوي الاعاقه، لان ذوي الاعاقه يعني مثلا انا مثلا معاق كاحمد عبد الكريم، زوجتي من الاسواق ربنا يخليها لي ويشفيها يا رب، ربنا تمام، يخليها يا رب. يبقى في نفس الوقت هي بتتاثر بيها، انا بتاثر بيها، يبقى الحزب هيبقى ضامن الاسوياء وضامن المعاقين، المعاقين. تمام، يبقى في هنا كونكت بيننا وبين المؤسسات الحكوميه. طب هو يا استاذ احمد معلش، يعني وزارة التضامن ومكاتب التأهيل مش بيعملوا التواصل اللي حضرتك مستنيه ده، اللي هو تواصل رسمي بحت؟ ما بيحصلش الكلام ده؟ لا لا لا، لان انا لو عندي مثلا مشكله في الصحه، هقول لك على سبيل المثال، عارف انت لو رحت المجالس الطبيه مثلا قالك يتم تحويل طلب للتضامن، مجالس الطبيه بتاعت السيارات، تروح التضامن يقول لك انت كارنيهك زي الفل، معاق وزي الفل، تمام، طب حضرتك اديني بقى ورقه اللي مانع من استلام سياره مثلا، ورقه عشان ارجع بيها للمجالس الطبيه بتاعت السيارات التانيه، يقول لك لا والله مش من تخصصاتي، روح للصحه. لا احنا بركه اهي الاداره العامه لذوي الاعاقه دي اللي بكرر عليها اهو، اخش مبنى في كل حاجه، ليه ما نفكرش، ليه ليه ليه، انا عايز ليه ما نفكرش في حاجه زي كده، ليه ما بقاش لنا حزب سياسي فعلا يعبر عننا بشكل حقيقي، يبقى حتى المنتخب من وسطينا اللي هو اكثر كفاءه اسقف له، اتفضل قود، بس طبعا لازم بعد الرجوع لكل الجهات الامنيه للحصول على التصريحات، احنا مش هينفع انا استحنا، بص احنا كمعاقين ما بنمشيش ارتجالي، احنا عندنا كل حاجه، بنحب نمشي بالقانون والورقه والقلم، بالقانون والورقه والقلم، المشروع بتاعي دوت لو اتطبق انا وفرت للمعاقين دخل، ساهمت الدوله في توفير عمله صعبه، في نفس الوقت عملت اكتفاء ذاتي من القمح، النهارده انا عندي انا مستهدف 2 مليون فدان، يعني انا بستهدف 5 مليون طن قمح، وصل لك؟ زائد ان موسم القمح يخلص هيبقى في عندي كمان ثروه حيوانيه، فهحتاج طبعا ناس بيطريين دكاتره، يبقى انا كده اساهمت، عندي ناس زراعيين البحوث الزراعيه، وهعمل كمان مصنع كمان جنبهم للاسمده، زائد ان انا هاخد الفضلات بتاعت الحيوانات دي، لان هعمل ثروه داجنه، السبله اللي هي اللي بتبقى تحت الفراخ دي مظبوط. اخدها اسمي بيها الارض، يبقى انا كده عملت زراعه اورجانيك، يبقى انا كده عملت صحه جيده، طلعت غذاء نظيف،
هو انا متاكده يا استاذ احمد ان حضرتك ان شاء الله لما تطرح مشروعك هتلاقي ترحيب كبير، بس انا عايزه اقطعك للاسف، احنا وقت حلقتنا خلص. طيب انا بس بشكر بس في النهايه يعني فريق الاعداد وكل من ساهم، طبعا اخويا الصغير احمد سعودي طبعا تعب معايا، استاذ محمد الهادي وحضرتك وكل فريق الاعداد، استاذ ناصر الشاهد واستاذ عادل، بامانه انتوا قمتوا معانا بواجب جامد، فشكرا لكم جميعا. انا عايزه اقول ان سياده الرئيس ساهم كتير في عمليه الدمج. يعني ايه دمج؟ يعني احنا الناس اللي احنا بنقول عليهم معاقين دول يتم دمجهم داخل المجتمع، يتم التعامل معهم بدون نفور، هم مش ناس شاذه ولا ناس منبوذه ولا مرفوضه ولا على الهامش. يعني عندنا ادوا الناس حقها، عندنا فكرنا، ادوا الناس حقهم بالظبط، ما نقولش ان هم دول ده مثلا طفل ملوش مكان عندي، ولا ده صاحب مثلا ده راجل ما شغلوش عندي في المحل بتاعي، دول اهالينا واخواتنا، احنا ممكن يبقى ابوك، ممكن يبقى امك، تبقى اختك، يبقى ابنك. ارجوكوا ادوا الناس مسؤول، ادوهم حقهم، لان الاعاقه لا تنتقي احدا ومحدش مسؤول عن اعاقته. اشكركم اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه حلقتنا في كشف المستور، دمتم في حفظ الله.